السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. حلقة اليوم متميزة ومختلفة وسهرة رمضانية خاصة، ولأن المرأة نصف المجتمع ولها دور فعال، النهاردة معانا نماذج مشرفة. في البداية اسمحوا لي أرحب بزميلتي جنة. ازيك يا جنة؟ أهلا بك يا أستاذ شريف. وأرحب كمان بضيوفي النجمة الشابة الفنانة أميرة الحداد. أهلا يا أستاذة أميرة. أهلا بك يا أستاذ شريف. وكمان الأستاذة عبير سعد ومفسرة الأحلام. وأرحب بالمهندسة علاء مؤمن، استشاري إدارة المشاريع وإدارة الأعمال وفض منازعات الإنشاءات. أهلا يا أستاذة علياء. وهنبدأ حلقتنا النهاردة مع الأستاذة عبير في تفسير الأحلام. أستاذة عبير، إيه الفرق بين الرؤية والحلم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة، الرؤية هي عبارة عن بتبقى مبشرة للشخص، وبيبقى عارف تفاصيلها كويس جدا، وبتبقى رسالة مهمة لجميع الأشخاص، بحيث ان هم لازم ان هم يطرحوها على حد متخصص في هذا الأمر، بحيث ان هو يقول لهم الرسالة المهمة اللي لازم يعملوا بيها، اذا كان تبشير يتبشروا، اذا كان تحذير ياخدوا حذرهم. طبعا من ناحية الحلم فهو من الشيطان، وبتبقى عبارة عن كوابيس، يعني بيبقى طبعا اللي عارفها هو المفسر، وبيبقى على دراية اذا كان ده رؤية او حلم من الشيطان. طب هل التوقيت يفرق بين الحلم وبين الرؤية؟ الرؤية لها ميعاد محدد والحلم ليه ميعاد محدد ولا؟ أنا بالنسبة لي الرؤية ملهاش أي ميعاد. الرؤية بتبقى بجاية في أي ميعاد، بيبقى الإنسان منتظر لبشرى أو ربنا بيديله رسالة إن هو يحذره من أمر إن هو يدخل فيه. فأنا بالنسبة لي ملهاش ميعاد، إنما الحلم ممكن برضو نفس الكلام، برضو ممكن الشخص يحلمه الصبح أو بالليل أو فترة 7 الصبح 10 هكذا. أيوه. طب هل قمتي بتفسير الأحلام لإحدى المشاهير قبل كده؟ والله أيوه فسرت، وغير كده كمان كان في بعض الأشخاص عرضوا عليا رؤى لأشخاص مشاهير، طبعا هي اتحققت فعلا وتفسرت زي ما انا قلتها بالظبط، وطبعا بيبعتوا لي بيقولوا لي يا استاذه عبير فعلا زي ما انت قلتي، وبيبعتوا لي الخبر وبيبقى حقيقه. زي الاستاذ سمير غانم كان في حلم ليه برضو، قلت لهم هيحصل زعل الاستاذ سمير غانم، بعدها على طول صديقه توفى. استاذ محمد رمضان الممثل برضو جت رؤيه خاصه بيه، قلت لهم هيحصل مشكله، فعلا لقينا ان في مشاكل بسبب المسلسل الجديد. في اشخاص اخرين يعني، وامور كتيره برضو في الاحلام الحمد لله يعني معروفه يعني عني وكده، ان انا بفسر احلام بطريقه مميزه ومختلفه، والحمد لله يعني اخدت شهره كويسه يعني في الموضوع ده وفي المجال ده. طب في احلام انت فسرتيها عرضتك لمشاكل؟ في احلام كنت بخاف اقولها وبسال الاول ايه فالحقيقه ما فسرتهاش الا للاصدقاء القريبين واتحققت. طب في احلام فسرتيها ليكي خليتك تدخلي في مشاكل يعني غير كنت اصدقائك؟ كنت بعرف تعرفي وما تقوليش. كنت بعرف اللي هيجرى لي، فكنت اقول دعاء اخد حذري او اتبشر بامر معين. طيب يا استاذه اميره، ايه حضرتك عايزين نعرف بدايتك الفنيه، ومين هي اميره الحداد؟ اميره الحداد ابسط خلق الله، انسانه طموحه جدا، حبت مجال الفن، حبت مجال الشعر. الميديا مش انا اللي جيت لها، يعني هي اللي جيت لي، فسبحان الله كان الفضل يرجع للشاعر الكبير دكتور احمد جابر سويلم، هو اللي دفعني دفعه قويه للمجال. وكانت بداياتي مع استاذ جرجس فوزي في مسرحيه التهمه بين، عرضتها على مسرح رومانس، ده كان شهر 7 اللي فات. يعني انت لسه حديثه في مجال الفن؟ حديثه، بس الحمد لله ماشيه بخطوات كويسه، وبادي ربنا ان شاء الله ان اللي جاي يكون افضل واحسن ليا وللجمهور باذن الله ان شاء الله. طيب عاوزين نعرف مين مثلك الاعلى في الفن، ومين الاكتر حد في الفن اثر فيكي؟ مثلي الاعلى يعني انسانه هي الاقرب لقلبي،
والعقلي وجداني، واتمنى في يوم من الايام ان انا اكون ولو 1/10 منها. الفنانه الجميله عبله كامل. فنانه جميله. حد اثر فيا جامد، اقدر اقول ان طبعا كل ادوار الفنانه عبله كامل بتاثر فيا جدا، تاخدني في كمان الفنانه سميحه ايوب، في كتير على الساحه بياثروا فيا، بس انا دايما بميل، والفنانه طبعا هدى سلطان رحمه الله عليها. انت متاثره بالقدام كلهم. طبعا حبايبي زمن الفن الجميل يا استاذ شريف، لان اللي احنا بنشوفه دلوقتي بصراحه يعني بقت حاجه مش فن ولا حتى شبه فن، مش لاقيه لها مسمى، بس بتمنى ان احنا نغير في اللي جاي، يعني يكون في هدف. يعني انت واخده الفن هوايه ولا دراسه ولا؟ لا هو هوايه. 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 طب الاستاذه علياء بقى، في البدايه عايزين نعرف ايه الفرق بين الجوده والمستوى، هندخل في الموضوع مباشره. الحقيقه انا ممكن اضرب مثال بسيط لموضوع عشان نفرق ما بين الجوده والمستوى، انا ما بحبش ادي تعريفات علميه كتير. هضرب مثال مثلا انه فلنفترض انه حضرتك رايح تشتري موبايل، اوكي، لو انا رايح اشتري موبايل غالي، تمام، في اوبشنز كتيره، ممكن ده معناه ان هو مستواه عالي. أيوة. تمام، بس مش شرط تبقى جودته عاليه. العكس بالعكس، لو انا رايح اشتري موبايل رخيص، تمام، مش معناها ان هو ده معناه ان هو مستواه قليل، بس مش معناها ان هو ان شرط جودته بالظبط. فلما بنقول كلمه جوده، الجوده معناها ان انا الحاجه تطلع بمعايير معينه يقبلها المستهلك. فمش معنى ان انا رايح اشتري عربيه رخيصه انها تكون جودتها قليله، لا، هي مستواها قليل، تمام. على قد فلوسي بروح اشتري حاجه معينه، بس لازم تكون جودتها كويسه. فده ببساطه كده الفرق ما بين الجوده والمستوى. فنقدر برضو نقول انه الجوده القليله مشكله، بس المستوى القليل مش مشكله. يعني ما يعتبرش مشكلة. عايزين يا باشمهندسة نوصل لمستوى المشاهد العادي، يعني تنصحي الواحد يروح يشتري حاجة سعرها قليل وجودتها أقل ومستواها مرتفع، ولا العكس، سعر عالي وجودة عالية ومستوى أقل؟ طيب، هو احنا كان عندنا مثل بنقول الغالي ثمنه فيه. تمام، بس ده مش صح. الحقيقه ان ده مش صح. ليه؟ ده احنا متعودين عليه من لا لانه كتير، هقول لحضرتك على حاجه، اما كتير بنشتري موبايلات غاليه او عربيات غاليه وبنلاقي فيها ديفكتس وبنلاقي فيها مشاكل. يعني ده لا يمنع، بدليل ان انا مثلا بيتحط لي جارانتي او بتعمل لي ضمان على المنتج مثلا لمده سنه، لمده 5، لمده 10 سنين، ايا ما كان. ده مش معناه انه مش معنى ان انا دفعت فلوس كتير انه الحاجه دي فعلا كويسه او ما فيهاش مشاكل. لو تتذكر حضرتك التليفونات النوكيا زمان، ما كانتش بتبوظ. لو طلعنا ال 3310 دلوقتي بعد 15 سنه هتلاقيه شغال. بالظبط، هتلاقيه شغال. في حين ان التليفونات الحديثه ممكن تلاقيه بعد سنه حصل والله بعد شهر. بالظبط كده، بالظبط كده. فمش معنى ان انا دافع فيه كتير ان هو ان هو ما يبقاش فيه ولا غلطه. لا، الاخطاء او الديفكتس موجوده، والدليل على كده ان انا برجع تاني على المصنع بالضمان اللي انا واخده على البضاعه او على الحاجه اللي انا مشتريها. فانا ما اقدرش اقول انا بنصح بمستوى عالي او قليل، لان ده على حسب الملاءه الماليه. انا اقدر اشتري بكام. لكن اللي انصح بيه المستهلك ان هو لازم يتاكد من جوده المنتج اللي هو بيشتريه، تمام. وبنقول دايما ان معايير الجوده المستهلك والمجتمع هو اللي بيحطها. يعني انا اللي بقبل بحاجه جودتها قليله او لا. يعني في مجتمعات ما بتقبلش ابدا بمنتج يكون فيه ولو ديفو واحد. تمام، وفي مجتمعات تانية لا، يعني بيفرق معانا السعر. ايوه، بيفرقش معانا بيفرقش معاك الجوده. فلا، انا يعني بقول احنا كمستهلكين اللي بنحط المعايير للمصنعين او للناس اللي بتقدم خدمه او سلعه. ده اجابه على اتفضلي يا جن.
طيب هنرجع تاني لأستاذة عبير مفسرة الأحلام. طيب عايزين نعرف لو في حلم معين احنا شفناه اللي هو اللي مثلا ليه علاقة بالجواز أو وفاة شخص أو الفلوس أو كده، ده بيبقى ليه معنى؟ طبعا الأحلام هي بتوصلك لكل حاجة انت عايزة تعرفيها. انا عايزه اقول لك ان انا من خلال الاحلام وانا اتهاجمت كتير في الاول، اول ما ابتديت ان انا ابدا اتكلم عن احلامي العامه كنت كل هدفي ان انا احذر الناس، خايفه عليهم. بدات ان انا اتكلم عن الاحلام بقى وافسر وكده من ناحيه اللي هيحصل في البلد. مش هقول لكم بقى اللي حصل. وبعدين بدات الناس تلاقي فعلا كلامي بعدها بالحرف بيحصل، فبداوا ان هم يعني ايه كلامي لفت الانتباه، اخدوا كلامي في عين الاعتبار. بالرغم من ان في ناس كانت تكذب وتقول لا ما فيش الكلام ده، طب ده الاخبار بتقول كذا، طب ده بيقول كذا. فلدرجه دلوقتي في الوقت الحالي انا المتابعين بيقولوا لي احنا مش بنتابع الاخبار، احنا بنتابعك انت. وفي واحده تقول والله انا قلت اصلا هيحصل ثلاث حاجات، قلت على الكورونا، قلت على الاعاصير، وقلت على الزلزال. بس ده يا استاذ عبير بيختلف، يعني دي اسمها ايه ما اعرفش بتطلقوا عليها عندكم ايه، اسمها تنبؤات. لا دي من تختلف خلال عن الاحلام. لا من خلال حلم. يعني انت بتحلميه ولا حد بيحلم؟ لا حد بيحلم ويجي انت حضرتك تفسري. ويجي يحكي لي في فتره معينه. اصلا الاحلام دي مواسم. الاحلام مواسم. مواسم يعني ايه بقى؟ يعني عايزين نفهم يعني. هقول لحضرتك. الواحد يحلم في الصيف ما يحلمش في الشتاء. لا يحلم في اول السنه. تلاقي جميع الاشخاص بيحلموا ان هم يعني السنه اللي جايه هتبقى عامله ازاي. حدث يحصل جميع الناس بتحلم بان في حدث هيحصل. زي كورونا الناس حلمت بيها بمختلف الاحلام. يعني في واحد بينبهنا وجميع البلاد، انا قلت عن الجزائر وقلت عن ليبيا وقلت عن المغرب وقلت عن بلاد كتيره قوي، قلت عن محافظات مصر هنا قبل ما يدخل في المحافظه، بقول محافظه كذا هيدخل فيها. بس يا استاذ عبد من خلال احلام. هرجع تاني واقول لك ده يعتبر تنبؤ مش اصل. لا اصل من حلم، اصل انا بجيب منين؟ انا الحلم بيفضل قدامي فبقول الحلم. طب لو الحلم نفس الحلم اتكرر للانسان كذا مره، يعني حلم بنفس الاشخاص بنفس الموقف كذا مره، ده يدل على ايه ده؟ في رساله معينه كده هو عايز ايه المفروض هيعملها. ربنا كده مديله رساله وحاجه هو هيعملها. تمام؟ فبيفضل ان هو. طب في اتصال يا استاذ عميد. اتفضل. الو؟ عايزين يقول لها في مكالمه جايه لي. أم خلف معانا. أهلا أم خلف. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا هناء من القاهرة. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طبعا كل سنة والحاضرين بخير. أنا طبعا مدام عبير فسرت لي حلم قبل كده إن هيجي لي عريس ومش هيحصل نصيب ودوت اتحقق. أنا هناء يا مدام عبير. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ الله يسلمك وسلام حضرتك طيبة. أنت طيبة حبيبتي أنت طيبة. أنا النهاردة بقى عندي حلم، حلمت إن أنا في مكان وحد بيديني بليلة بس بيحط عليها رز، فأنا قلت وعليها لبن، فأنا صفيت الرز وقلت له أنا مش عايزاها برز. وابتديت آكل فيها بس مش فاكرة حطيت عليها سكر ولا إيه. وكان قدامي سمك في بحر كنت بصطاده لواحد وواحدة أنا مش عارفاهم. وكان سمك حجمه كبير جدا. وواحدة جت راحت قطمة منه هي وجوزها هو بتاع الراجل ده. فأنا قلت لمامتي إن أنا هروح أجيب شبكة وهفردها بطول البحر من عند بيتنا لحد بيت الشخص ده أو يعني الناس دول اللي أنا بصطاد لهم دول. وهصطاد ليا أنا بقى. فروحت البيت وجبت فنجانين قهوة واحد لخالي واتنين ليا. بس ما كانوش فيهم قهوة. وهرجع تاني لنفس الشخص ده بس قلت هصطاد بالنهار، انا كنت بالنهار فعلا، وهفرد الشبكه بطول البحر وكانت في ايدي الشبكه. وكنت راجعه لماما واخويا عند الناس دول. طيب ماشي ماشي. السن والحاله الاجتماعيه كده؟ انا انسه وعندي 36 سنه. صح. طب نفصلها في اخر. تمام. مشاكلين معانا ام خلف. اهلا ام خلف. فاصلت ام خلف. طيب يا استاذه علياء عايزين نعرف من حضرتك بقى
معايير الجودة وازاي المستهلك يعرف المعايير دي؟ طيب هو كل سوق او كل دولة بتحط معايير المفروض ما تنزلش عنها جودة السلع. حتى عندنا هنا في مصر ممكن بعض الناس تلاحظ لو قريت على السلع مكتوب ميم قاف ميم، دي مواصفات قياسية مصرية. تمام. ففي مثلا مواصفات جودة إماراتية، في مثلا في السعودية، كل دولة بتختلف من دولة لدولة بالظبط بتختلف، بيبقى في معايير معينة للجودة. في برضو مثلا منظمة الايزو اللي كل الناس يعني تسمع عنها، هي الايزو مش بس للجودة يعني، هي فيها شهادات كتير، لكن هي معروفة اشهر حاجة فيها معروفة بالنسبة لنا احنا الجودة دي اهم حاجة، علامة انها علامة من علامات الجودة. فالمعايير دي بتختلف طبعا من بلد للتانية، ولكن هي تعتبر اكنها يعني في حاجات منها بتبقى اكنها حد ادنى، وفي حاجات تعتبر اللي هي اذا حصل عليها المنتج ده خد الشهاده دي فده معناها ان هذا المنتج ذو جوده عاليه. ففي النهايه بقول برضو انه يمكن السلع وال طب هل الايزو دول اللي بيحكوا عليها باشمهندسه بتختلف يعني بتدي معيار جوده معين بيبقى مطابق لكل الدول؟ يعني كل الدول المعيار ده بيطبق عندها؟ هم مش ملزمين، هو ليس إلزامي. تمام. هو ليس إلزامي، ولكن الايزو اورجانيزيشن او منظمه الايزو ليها شركات تمام بتخول لهم الحق في ان هم اللي يعملوا اوديت زي ما بنقول اوديت او مراجعه تمام على المواصفات ومطابقتها مدى مطابقتها، فبالتالي بيديله علامه الجوده بتاعته. طبعا هي الايزو فيها حاجات تخص الاغذيه، حاجات تخص الصحه، حاجات تخص الدوكيومنتيشن اللي بنسميها زي الارشيف الارشفه والحاجات دي. ف اللي عايز يتحصل على شهاده الايزو بيقدم، وهم بيبعتوا حد عندهم بيفحص المكان، بيفحص المنتجات، بيفحص المستندات اللي في الشركة وتفر، وبيطبقها بالمعايير، وإذا كانت مطابقة بيديله الشهادة. ولكن الدول غير ملزمة بأن هي تطبق هذه المعايير، وكل دولة بتحط لنفسها المعايير بتاعتها. تمام. هنرجع تاني للفنانة أميرة، عايزينك تكلمينا عن الأعمال اللي شاركتي فيها. والله انا زي ما ذكرت انا شاركت في اول اعمالي تهمه بنت، كانت قصه جميله جدا وشدتني لدرجه ان انا كنت بسافر رايح جاي 3 ايام في الاسبوع، بس طبعا كنت مبسوطه جدا. بتسافري فين بقى؟ الدمياط عندنا والمنصوره. تاني حاجه شاركت فيها كان مندور تي في، مسرحيه مندور تي في مع استاذ الكبير محروس عبد الفتاح. عرضتها مرتين على مسرح رومانس والهو سبير، وجالي شغل كتير منها. كمان شاركت في انذار فرعوني على شرف مهرجان الرواد، كان عرض جميل جدا. شاركت طبعا في جنازة ولا جوازة مع الأستاذ كبير تامر فؤاد على كنيسة السلام. كمان شاركت في جوازة من تحت الأرض. كل ده مسرح قطاع خاص يعني؟ لا، جوازة من تحت الأرض كانت ثقافة مش قطاع خاص، شاركت بيها في ثقافة بنها، والحمد لله فوزنا بالعرض ده، كان من اجمل العروض اللي انا شاركت فيها. طبعا كان في مشكله ان كان انا كنت تعبانه في الفتره دي جدا، وخدت الدور في يوم او يومين بالظبط، ولازم اعرض يوم جمعه يعني بعد يومين بالظبط. فالحمد لله تم وقدرت ان احنا نطلع عرض كويس. طبعا شاركت فيلم اسد الصعيد مع الاستاذ الفنان الكبير استاذ فتحي سعد، استاذ مجدي عبد الحليم، استاذ احمد فرحان، استاذ علي حميدو. والحمد لله الاعمال القادمه ان شاء الله افضل واحسن ان شاء الله. طب هنرجع شويه لورا، مين اللي اكتشف فيك الموهبه دي، ولا انت اكتشفتيها في نفسك ولا؟ والله انا ما اكتشفتهاش يا استاذ شريف، ولكن بابا احمد زي ما بقوله، بابا احمد سويلم، من خلال كتابتي للشعر على السوشيال ميديا او الصفحه عندي، شاف فيها ان انا يعني قال لي وجهك فني واسمك فني، فانت في حاجه ليه ما توظفهاش يعني او تحاولي فيها. قلت له والله يعني انا من نوع، طبعا احنا شرقيين
ف يعني كان الموضوع ده عندنا يعني ايه موافقه اه موافقه لا الكلام ده أيوة. شويه اه شويه لا وفي الاول في الاخر اقتنعت نزلت القاهره وكان هو الفضل يرجع له طبعا هو بيديني دفعه قويه وان انا اكمل واصبح ان انا عندي هدف في الاعمال الجايه انا دايما بحب كل عمل يكون فيه رساله يعني حتى لو الدور بتاعي صغير مش تفرق معايا المهم ان يكون في رساله ساميه للمجتمع والجمهور يعني نرتقي بيها لان اللي انا بشوفه للاسف بقالي سنوات طويله يعني ما انا عن نفسي مش متابعه ما كنتش متابعه التلفزيون بسبب اللي انا بشوفه وده حقيقي يعني كل شغلي على الانترنت فان انا اتابع التلفزيون دلوقتي يعني طبعا اعمال رمضان جميله اعمال محترمه وهادفه لكن غير بقى السينما عايزين نرجع لسينما زمان انا نفسي في ده وطبعا بحلم بحاجه تانية اتمنى احققها طبعا الاكشن اللي ملوش وجود في مصر مع العنصر النسائي فانا بحلم بده وان شاء الله احاول احققه ان انا اكون اول بطله عمل اكشن مصري ان شاء الله ان شاء الله. طبعا نرجع نفس السؤال للاستاذ عبيد امتى اكتشفتي نفسك ان انت بتعرفي تفسري احلام؟ لا انا بفسر من زمان يعني من وانا صغيره وبفسر اللي حواليا وكنت بتحرج جدا ان انا يعني كنت على الفيس وكده يعني ان انا اتعرف فواحده صاحبتي كانت انا ما كنتش اعرفها الا من خلال الفيس طلبت تفسير حلم فانا دخلت لها خاص وفسرت لها فبدا بقى الموضوع من كده ان انا فسرت لها بالظبط يعني هي بتفسر عند اكتر من حد فقالت لي انت تفسيرك الصحيح فقالت لي تعالي لازم تظهري ولازم تاخدي فرصتك وكده وانا بصراحه كنت محرجه جدا وقلت لها انا ما اعرفش يعني محرجه جدا وقالت لي لا لازم تاخدي فرصتك حرام ففعلا بدات ان انا اخد فرصتي وبدات على الفيس بمجموعه كانت بسيطه خالص من واحد عضو واحد بس الحمد لله دلوقتي بقت حاجه كبيره جدا واتشهرت الحمد لله جامد جدا والحمد لله يعني مسمعه يعني طب يا استاذ عبير بيقولوا تفسير الاحلام لازم يعني متداخل شويه في الناحيه الدينيه بمعنى يعني مثلا نلاقي تفسير ابن سيرين راجل عالم دين كبير ومفسر احلام تمام وانا يعني خانتني الذاكره كانت مرات ابن سيرين راحت فسرت حلم لواحده جت حكته لها قالت لها ان انت هتموتي وماتت الست دي فجه ابن سيرين من السفر قال لها لا ده انت لو بصيتي في الايه الفلانيه كنت هتلاقي ان رزقها واسع فهل لازم مفسر الاحلام يكون عنده خلفيه دينيه؟ طبعا هو في احلام معينه انا بفتح المصحف وبشوف رقم الايه ورقم الصوره بتساعدني وبتديني ارقام معينه بتساعدني في تفسير حلم يعني انا في حلم معين كده عن اللي هيحصل في البلد دخلت الايات بالظبط وحسبتها لقيت فعلا وجبت تحديد بالظبط امتى كورونا وهتبقى ازاي وامتى يعني هتبقى الذروه بقى وكده وامتى هتبقى هتخف شويه وامتى الموضوع هيكبر تاني وامتى هيروح وكده من خلال ايه قرانيه وقلت في الايه القرانيه كمان بالظبط الاحداث اللي بتحصل يعني بس انا برضو مصمم على ان اللي حضرتك بتحكيه ده يعتبر تنبؤات وليس تفسير احلام ليه بقى؟ حاولني معاك انا انت معايا يا استاذ امين؟ معاك يا استاذ شريف انا كمان عايزه اضيف حاجه بعد اذن الاستاذ عبير طبعا اشارك معاكم في الحوار في حاجه علميا اسمها تنبؤات علميه دي يعرفها جيدا دكاتره الموارد البشريه وعلم النفس انا عن نفسي درست موارد بشريه لان كان حصل معايا حاجه زي كده في بعد الثوره مباشر انت روحتي مننا فين بقى معاك بفتكر احلام يمكن يمكن بعد الحلقه خليها توصل عايزين نعرف التكافل الاجتماعي في ظل ازمه كورونا ده موضوع يطول شرحه وعايزين حضرتك تبسطيه للمشاهد العادي طيب مبدئيا هو التكافل الاجتماعي طبعا موجود في كل الاديان يعني مش هنقول بس في الديانه الاسلاميه او في المسيحيه ده حتى في بعض الديانات الوضعيه كمان فيها زهد في الحياه وفيها تكافل ومساعده الفقراء والكلام ده كله
الحقيقة أن طبعا الأزمة أفقدت ولسه هتفقد ناس كتير وظائفها ومتسببة في انهيار دول عظمى. والحقيقة كمان أنه متوقع، الدراسات بتقول أنه في أكتر من 500,000,000 شخص حوالين العالم هيدخلوا تحت خط الفقر. فده بيلزمنا بأنه اللي قادر يساعد اللي مش قادر. الحقيقة التكافل ليه صور كتير طبعا، يعني هو مش لازم يكون فقط مادي، يعني ممكن يكون أنا معيش فلوس أقدر أساعد بيها، أو معيش الفايض دلوقتي اللي أقدر أطلع بيه، مع أنه يعني ما نقصت صدقة من مال، يعني عمر الصدقة ما تقلل المال معاه، بل بالعكس التجارة مع الله دايما هي أربح تجارة. لكن عايزين نقول بس انه ممكن حد يقول طب انا لا اجد اللي اساعد بيه الناس اللي حواليا. التكافل ما بيكونش بس مادي، لا انا ممكن مؤازرة الناس نفسيا ومعنويا. ناس كتير بتمر بازمه نفسيه دلوقتي نتيجه العزل. احنا بقى لنا تقريبا شهر ونص او شهرين لا بنخرج ولا بنتفسح ولا بنشم نفسنا ولا بنشم هوا، يعني اللي قادر حتى بينزل. يا باشمهندس انت عامله على الخروج والفسحه ده، في ناس مش بتخرج عشان تلاقي لقمه تعيش تاكلها. انا هقول لحضرتك انه خلينا نكون كمان واقعيين، 40% على الاقل من العماله المصريه هي عماله غير منتظمه وبتشتغل يوم بيوم. يعني فده انا ما اقدرش اقول له، يعني حتى لما هقول له خليك في البيت، طب هو ما يقدرش يشتري بالظبط، هو ما يقدرش يشتري اكل اللي يكفي اسبوع زي ما احنا مثلا ممكن نشتري. لا هو لازم ينزل كل يوم عشان يشتغل، عشان يعني هو حتى ممكن يقول ايه، طب انا لو قعدت في البيت انا ورايا ناس، انا والناس اللي معايا هنموت من الجوع ده اكيد. طب بس لو نزلت في احتماليه ان انا اتصاب، واحتماليه لا، بس الاكيد ان انا هنزل اجيب على الاقل اكل اليوم ده. فلما في فئه، يعني انا زعلت الحقيقه لانه في بعض الاعلانات ومن بعض كمان الفنانين والممثلين مستفزه للامانه. دي كلها لا مش كلها مش كلها 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 في استفزاز في استفزاز وفي لهجه امره للناس بالقعاد في البيت. تمام. طيب هو حضرتك لو هو ردوا بالملايين لا، والمشكله مش في كده، المشكله حضرتك ان هم بينزلوا يصوروا الاعلانات في اختلاط وبينزلوا يصوروا المسلسلات في اختلاط وبيقبضوا عشرات الملايين وبيقولوا للناس اللي بتقبض ملايين اللي عايزه تاخد 100 جنيه في اليوم اقعدوا في البيت، ولما بيشوفوا الزحمه في المواصلات بيقعدوا يشتموا عليهم. هو مش عشان حضرتك عندك عربيه تمام وعربيه فارهه وقادر تروح بيها التصوير وقادر تكسب ملايين تمام، فانت بتقول للناس دي لا، طب اقفلهم وبعدين لومهم لو ما نزلوش، لو نزلوا سوري لو نزلوا. فطبعا يعني التكافل خلينا نقول طبعا زي ما قلت لحضرتك ليه صور كتيره، معنويا ونفسيا والماديا باللي نقدر عليه. وللامانه الصراحه لاحظت ان يمكن ما بين الطبقه اللي هي مش عايزه اقول طبقه فقيره، ولكن الطبقه اللي هي على قد حالها، لاحظت ان هم متكافلين اكتر بكتير اكتر بكتير. وبلاقيهم ممكن يقسموا اللقمه مع بعض. ف يعني من باب اولى ان احنا القادرين ان احنا نعين الناس دي لغايه لما الازمه تعدي، لانه احنا ما عندناش حل تاني. هو كلنا في مركب واحدة زي ما بيقولوا، يعني احنا في مركب واحدة احنا في مركب واحدة في العالم كله. الكورونا مش بتنقل رئيس وزراء انجلترا دخل العزل ونص ممثلين هوليود اتصابوا يعني ولاعب الكورة يعني ما فيش علاقة طبعا. ما المرض لا يفرق ما بين غني وفقير. اتفضلي يا جماعة. نرجع تاني للفنانة أميرة، عايزينك تكلمينا عن أحدث أعمالك الفنية، الحاجات الجديدة اللي انت بتعمليها او بتجهزيها او كده. والله انا اقدر اقولك انا دايما ما بحبش اتكلم عن شيء الا واقعي. تمام. انا جاي لي عروض كتيرة جدا ومعظمها سينما. تمام. بس انا احب اتكلم وقت التنفيذ، لان انا عن نفسي كاميرة حتى في المسرح معروف عني وسط الكاست بتاعي او الجروبات بتاعتي او الناس اللي قريبة مني، انا مش بشتغل معايا حد. تمام. مش بشتغل مع اي مخرجين ولا اي ممثلين ولا كده، انا ليا تحفظات. بس متهيألي دي خطوه لسه قدام شويه يا اميره.
مع احترامي ليك يا استاذ شريف، المبدا لما الاساس المتين فروعه تبقى اصل احنا اتعودنا في الوسط الفني يقول لك ايه دي فتره انتشار انتشر الاول وهنا وهنا وهنا. لا انا كاميره مع احترامي طبعا لاي حد والجمهوري الحبيب وكل اللي متابعينا، انا عندي مبدا لو اتنزلت من البدايه هتنزل بعد كده مليون مرة، اللي تنزل مرة تنزل مليون مرة. فأنا عندي مبدأ، أنا داخلة المجال، أنا فعلا هدفي إن أنا أقدم حاجة محترمة. أنا بدخل بيوت الناس كبير، عايزة البيبي يشوفني قبل والده ووالدته، يحبني قبل والده ووالدته، فلازم أنا أحافظ على ده. ولازم أختار كويس جدا أعمالي، ولازم أختار الناس اللي أشتغل معاها، ولازم أختار الشيء اللي هقدمه، ولازم أختار المضمون اللي يفيد وكمان إيه يعلم معايا، يسيب لي على الأقل أنا رسالة حلوة بعد كده. يعني اذكر بالخير، يعني ما اقولش ده كانت بتعمل وبتعمل تسوي، طبعا ده كلنا بنقوله وبنعيده في المجال طبعا وبنشوفه. فانا ما احبش اتحط في المحيط ده او الكارير ده، انا دايما لكن حتى هم دايما معظمهم زي ما حضرتك بتقول بيتقال يعني انك تنكة او مغروره او بتتكبري على الشغل، هي مش كده، لا انا ابدا، بس انا احب ان انا ايه ابقى دقيقه جدا وحسنة جدا في اختيار أدواري وأعمالي اللي جاية مع الناس معينة، ويكون أي حاجة ليها هدف. فأنا كان نفسي أديكي. أنت مش شايفة إن أنت تجربي يمكن حاجة تعجبك في الأدوار اللي أنت مش عايزاها أو بتفكريها أو كده؟ ممكن أنا معاكي، ممكن أنا معاكي، بس أنا عندي يعني أنا أشوف السكريبت تمام، أقرأ الدور، إيه أبعاده، إيه لبسه، أهم بس حاجة. بس ممكن السكريبت ما يبقاش حلو بس العمل في الآخر بينجح. ايوه ما هو دوري انا، ما هو لازم دوري انا اكون مختاره ان الرساله بتاعتي انا في دوري انا، ايه الرساله تمام. هو العمل ككل بينجح، هو بص عموما انا بعشق جدا العمل كتيم وورك، العمل الجماعي، انا ما بحبش اشتغل لوحدي، ده حاجه اكيدة. بس ازاي تقدري توظفي ان انت دورك اثر مع الناس او اثر في الناس او نقلتي رساله مجتمع او انت عندك هدف حابه تحققيه وغيرك يقتضي بيه تمام، فممكن العمل ينجح، بس انت هتلاقي دورك سوري في اسفاف او في ابتزاز او في استفزاز من الجمهور او في حاجات كتير. فليه هتحطي نفسك في المحيط ده؟ صدقيني مش هتعرفي تطلعي منه، زي ما انا شايفه ان في معظم الناس على الساحه كتير حطت نفسها في بعض المحيطات اللي هي خلاص انحصرت فيها، فهماني؟ فانا مش عايزه احصر نفسي في ده، انا عايزه احصر نفسي ما بين الهدف اللي انا شايفاه افضل والرساله الاسمى اللي انا اقدر اوصلها. فانا كان نفسي اديكي اسماء، هو في كذا فيلم سينمائي انا مش هعلن الا زي ما قلت لحضرتك على ارض الواقع، امضي اعلن. استاذه عبير، طيب يعني مش ممكن يجي لك شخص معين ويحكي لك حلم تفسريه بطريقه معينه وبعد كده يروح يحكي لمفسره ثانيه تفسره بطريقه ثانيه مختلفه عن الطريقه اللي انت فسرتيه بيه؟ لا اكيد. طيب يبقى احنا نروح لمين بقى يعني؟ انت ليكي طريقه وغيرك ليه طريقه وعالم الدين ليه طريقه والانسان العادي ليه طريقه، وانا كفرد قاعد في بيتنا بفسر احلام نفسي بطريقتي. تمام. طب احنا ايه المعيار اللي نحطه نقول ده التفسير الاصح او الاقرب للاصح وانا بفسر حلم؟ هقول لحضرتك على حاجه، انت عندك مثلا 100 مليون مفسر وانت هو شخص لوحدك، روح ال 100 مليون مفسر اديهم الحلم بتاعك، كل واحد هيقول لك تفسير، اقعد بقى استنى لما يتحقق خلاص، شوف مين فيهم بقى اللي حقق لك الحلم. تمام. بعد ما تشوف مين فيهم اللي حقق لك الحلم تيجي مره تانية انت عايز تتاكد بقى. خلاص 100 مليون تاني فسروا لك حلم تاني، شوف انت مين الصح واللي هترتاح له كمان، يعني واللي هتفتح له نفسيا. ما اصل الاحلام دي مرتبطه بامور كتير قوي غير الدين كمان، مرتبطه بعلم النفس. انت بتاخد الشخص اللي قدامك انت ما تفسرلوش حلمه وتسيبه. يعني اللي ربط الناس بيا وتعلقهم بيا ان انا كمان بكلمهم في احلامهم، بدخل في افكارهم كمان وبحلل لهم الحلم تحليل بسيط جدا وبكلمهم باللغه الدارجه، يعني ما بعقدش الامور وعليكي ما اعرفش، وبص الاقيها تاهت مني، لا تعالي كده يا بنتي دي واحد اتنين ثلاثه من الاخر، بجيب من الاخر. فتلاقيهم بقى، طب في ناس اعترضت في الاول بس لاقي الكلام صح بيرجعوا لي تاني، فعلا انت كلامك صح، طب نعمل ايه بقى؟ اقول لها اعملي واحد اتنين ثلاثه، وقتها بقى بتاخد مني فعلا الحل وبتثق فيا. بالرغم من ان فعلا راحوا لاكثر مفسر ببقى عارفه،
ولا انت روحت الاكثر وفسدولي فعلا، بس انت جبتي من الاخر. والله. طيب يا وعلى فكره الاحلام مش تكهنات. لا انا مش عارف يا استاذ عبير. طب هقول لك على حاجه بقى. بس هي موهبه صح؟ أه؟ هي موهبه. اهو ده شهاده بقى صح؟ ان انا تفسيراتي مميزه. طالما انت طيب يا باشمهندسة، في بقى سؤال بيقول لك جودة المنتجات وجودة ومستوى الشركات، هل الكورونا أثرت على جودة المنتجات أو على مستوى أداء الشركات؟ هو المفروض إن الجودة ما تتأثرش. يعني إذا حصل وتأثرت فده خطأ. ممكن اقول انه طبعا خلينا نقول مثلا انه اكيد في ناس فقدت وظائفها، في اماكن اتقفلت، تمام، في ممكن مرتبات اتخفضت، قد يحدث انه بسبب انخفاض المرتبات ان الموظف يحس ان هو مظلوم فما يؤديش عمله بالدرجه المطلوبه، وده ياثر على الجوده. هيأثر. فلكن احنا اللي بنطلبه من الناس انه دي ظروف احنا العالم كله بيمر بيها يعني ما نبصش تحت رجلينا. هي ازمه وان شاء الله هتعدي، يعني الاوبئه بتيجي كل فترات. واحنا الحمد لله تعتبر يعني مصر ماشيه معقول، معدل معقول. احنا برضو ان احنا نوازن ما بين ان احنا نحافظ على صحه المواطنين وفي نفس الوقت نسند الاقتصاد على قد ما نقدر، عشان المكتسبات اللي اتعملت طول السنين اللي فاتت هي اللي سندانا دلوقتي. يعني لما بسمع من اصدقاء وزملاء وناس عايشه في دول كتير، ده اللي بنشوفه في الاعلام واللي بيحدث على ارض الواقع اسوأ كمان من اللي بنشوفه في الاعلام. فاحنا الحمد لله ما زالت تعتبر الدنيا ماشيه، فعايزين شويه ان احنا نتفائل بانه اللي جاي افضل، نستحمل شويه. اللي لسه على راس عمله يحاول قدر الامكان انه ما يخفضش من جوده العمل، مش عشان المرتب اتخفض، هو رب العمل برضو عنده مسؤوليات، عنده التزامات، بيدفع ايجارات، بيدفع مرتبات، ما عندوش نفس الدخل اللي كان بيدخل له قبل الازمه. فده يعني انا مقدره حاله الناس طبعا ان هم محبطين، واحنا كلنا تاثرنا. يعني يمكن ما فيش الا القطاع الغذائي والقطاع الدوائي، هم القطاعين اللي بسم الله ما شاء الله نطوا تمام وعملوا ملايين ومليارات، احنا ما بنحسدهمش طبعا، لكن طبعا ده نظرا لاحتياج المجتمع ليهم. لكن في صناعات تانية اتقفلت تماما، وخصوصا الصناعات الترفيهيه والسياحه والكلام ده. ف يعني اتمنى انه الناس اللي ما زالت على راس عملها ما تقللش من الجودة اللي كانت بتشتغل بيها، يعني عشان احنا في أزمة، فمش عايزين لا جودة سلع تقل ولا جودة أغذية تقل ولا جودة أدوية، لأنه يعني حصل طبعا أنه الحكومة يعني يا جماعة أنا مش سامع الكنترول بيقول لي إيه بصراحة. ماشي اتفضلي معلش. فطبعا يعني ظهرت في خلال الازمه دي ادويه مغشوشه واغذيه غير صالحه للاستهلاك الادمي وكلام ده، فطبعا دي حاجه محزنه انه في ازمه زي دي بنمر بيها ونلاقي ناس طالعه تستغل الظروف بالطريقه دي. فكم حد اشترى دواء مش مغشوش، اشترين الكحول اللي بقى الكحول نفسه بيتغش، الكمامات بقت بتتعمل تحت السلم. طب يعني بنتكلم في انه احنا مش حمل مشاكل زي دي دلوقتي. يعني هي الدوله برضو هتلاحق على ايه ولا ايه؟ والمستهلك مش ممكن ما يميزش يعني. طب استاذ عبير برضو انا مصمم على حتة الاحلام دي. على فكرة هي بدأت تصعب عليا. اجيب لك جمهوري والله. بس ايه انا بقيت من جمهوري. انا عندي جمهور قوي حبايبي. مش عارف اصلا مش قادر اقتنع يا استاذة
ان ان الحلم يتفسر بكذا طريقه، وافترضنا جدلا ان انا على حسب قوه المفسر. لا ثواني، لو انا جيت لحضرتك وفسرت لي الحلم وسافرت بلد ثانيه تمام وفسر لي الحلم تمام، سافرت بلاد بره ولقيت واحد فسر لي الحلم، هل التفسير ده زي ده زي ده؟ وانت بتقولي بيرجع لي تاني يشوف اتفسر على انهي اتجاه، ما انا سافرت وخلاص تمام مش هعرف اتواصل معاك تاني. حضرتك دلوقتي حلمك اتفسر بالتفسير الصحيح تمام. طيب انت دلوقتي عايز تفسر حلم تاني اه وما لقيتنيش، اكيد هتدور على مفسر تاني ايوه تمام له نفس الامكانيات. يعني يا استاذه عبد، يعني انا من هقول لك على حاله شخصيه تمام. انا حلمت ان في دوره المياه فيران، فار ميت وفار حي ومش عارف ايه والكلام ده كله. اه. ماشي؟ دخلت على النت. قريت ابن سيرين وابن المفسرين دول. كل واحد كاتب تفسير الحلم معين. معين. ولما اجي اقيسه على حالتي الاقيه اتفسر بنفس اللي هو قاله. اخد بكلام مين بقى؟ الاقرب لقلبك. استفتي قلبك يا استاذ شريف، استفتي قلبك يا استاذ شريف، استفتي قلبك. لان هي على فكره بترجع فعلا للراحه النفسيه بتاع حقيقه، حتى للمفسر اللي فسر لك، يعني لو انت مش مرتاح مش هتصدقه، مرتاح له صدقني. لو عملنا انا فسرت لنفسي ودخلت وشفت الحلم على لو انت مش مرتاح للكلام، هو الانترنت المشكله بقت كارثه، بتلاقي كذا حد عامل كذا، فممكن كلام انت ترتاح له نفسيا، عايز تاخد بيه عشان انت حابب تاخد بيه. ايوه كلام تاني انت مش تاخد بيه عشان انت مش حابب. لان انت لو فسرت لي الحلم مش كويس هتغاظ منك واسيبك وخلاص. لا دي ما بتفسر، هترجع لي تاني. انت عايز تفسير على كيفك على انا بيرجعوا لي لسه. انا اقول كلمه واحده بس مش هقول لك، انا الهروب عندي كله بقى ايه هتقول ايه وتركي مني. طب عايزين بقى كلمة أخيرة من حضراتكم، اتفضلي يا أستاذة عليا. يعني الحقيقة مفيش غير إنه يعني الفترة دي فترة صعبة، ممكن كلنا أول مرة نمر بيها، حتى الأجيال اللي قبلنا واللي لسه ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، ما حدش فيهم برضو مر بالأزمة دي عشان حتى يدينا نصايح. دي كان في أزمة الطاعون يا ما هقول لحضرتك على حاجة، الطاعون من زمان يعني من أيام رسول عليه الصلاة والسلام. لا الطاعون قريب كان في لا مش يمكن ما كانش بالانتشار السريع ده وما أصابش يعني العالم كله زي دلوقتي. بالظبط بالظبط، يعني احنا بس الخطوره اللي احنا فيها دلوقتي انه يعني خلينا نقول ان في بنتكلم على في ناس اكتر زي ما قلت اكتر من نص مليار شخص داخلين في الفقر، عشان يمكن في اقل من 300 الف شخص اتوفوا تمام. مش استهانه بالارواح اللي راحت، بالعكس انا عايز اقول لحضرتك ان يمكن في 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 17 مليون بني ادم بيموتوا كل سنه في العالم بامراض ملهاش علاج ولم يتم تسليط الضوء عليها. من الجوع يا باشمهندسه، من الجوع ده في انا هقول لحضرتك من الجوع في 13 مليون طفل بيموتوا سنويا عشان الجوع من قبل ما يتموا 5 ايام بسبب اما سوء تغذيتهم او سوء تغذيه الام ولا يتم تسليط الضوء على الناس دي. فهو برضو الموضوع مش عايزين لا نهونه ولا نهوله، هناخد محاذيرنا وننزل نشتغل عشان العالم يقوم تاني. فلا الحبسه بشكل مستمر هتفيدنا ولا في نفس الوقت الانطلاق، لانه في ناس مستهترة يعني اذا لم يكن هناك داعي للنزول فبلاش النزول. يعني كلنا عندنا اهالي، عندنا ناس كبار في السن نخاف عليهم وعلى فكرة مش بس الكبار، في شباب واطفال، في اطفال بالظبط بيموت، فما فيش داعي ان احنا نستهين. وفي نفس الوقت احنا يعني عايزين نحافظ على بلدنا، نحافظ على اقتصادنا، وننقذ ما يمكن انقاذه. يعني كده كده هيبقى في خسائر، ولكن احنا بنحاول نقلل الخسائر قدر الامكان. استاذه عبير كلمه اخيره. شايفه
انا بشكركم جدا بجد يعني على البرنامج الجميل ده والسهره الجميله دي بجد. انتوا شرفتينا والله العظيم. انا حبيت وجودي معاكم. بشكر جدا جمهوري اللي متابعني اكيد طبعا. هو كلهم قالوا لي هنتصل. انا على فكره متهيألي جاي. لا جت الاتصالات بس انا سامع الكنترول. لا انا مش سامع. انا مش سامعهم بيقولوا ايه. لا هم هيتهبلوا يعني. فانا بشكرهم جدا وانا بحبكم كتير والحمد لله. الحاجه اللي انتوا قلتوا لي عليها امبارح زي ما انا طمنتكم الحمد لله حصل زي ما انا قلت بالظبط. فما تسمعوش لكلام حد. ما تمشوش ورا الاشاعات طبعا. ما تمشوش ورا الفتن. حافظوا على نفسكم كويس جدا. انا كل كلمه بقولها من قلبي خوفا عليكم وخوفا على الجميع طبعا. لان انا عندي ام وعندي زوج عندي اخ عندي اولاد عندي اخت. فلذلك انا لو بكلمكم بجد بكلم اي واحده فيكم كانها حد مني. فعشان كده الحمد لله انا عارفه ان انا بوصل كلامي بيوصل لقلوبكم. فانا بقول لكم فعلا فعلا ان انتم مقصرين في حياتي ومقصرين فيا والنجاح اللي انا وصلت له ده بيكم برضو. واتمنى ان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم. وانا بشكركم جدا. الاستاذه اميره دي عايزين موهبه ثانيه عندك بقى. هي موهبه القاء الشعر. انا الاول هقول لجمهوري كل سنه وانتم طيبين. وحشوني جدا وتوحشوني. وطبعا احب اقول لامي كل سنه وانت طيبه ودايما معايا. كاتبه حاجه بسيطه لامي احب من كلماتي اقول لها: كيف الخشوع بين حناياك وانت وحدك عشقا لهمساتي وصوتا لكلماتي وصمتا لزلاتي اعشق تراب قدمك. كل سنه وانت طيبه يا ست الحبايب. اشكر جمهوري اللي متابعني واشكر استاذ شريف على الاستضافه الجميله دي واشكر الاستاذه عبير واشكر الاستاذه علياء واشكر جنه. كل سنه طيبين ورمضان كريم. ومن هنا لحد جمهوري احب اشوفكم تاني ان شاء الله باذن الله. وفي نهاية حلقتنا نحب نشكر كل اللي شرفونا النهارده الأستاذة علياء والأستاذة أميرة والأستاذة عبير وسعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. السلام عليكم.